اليوم مسيرتنا هي للشهداء، شهداء التظاهرات اللي نستنكر هذا الشيء بهاي المسيرة، وإن شاء الله إحنا ماشيين على هذا الطريق إن شاء الله. جبناء أحزاب قذرة لا تعرف حق المتظاهرين السلميين، وإن شاء الله إحنا موجودين، وإن شاء الله إحنا نرجع دم الشهداء. الآن أصبح الآن صراع بين الحق والباطل، هم يمثلون الباطل برصاصهم وقدرهم وسشاشينهم، ونحن نمثل الحق بهؤلاء الصدور بهذه الجماهير. هذه المسيرة هي استمرار لمسيرات ونتيجة بذرة بذرت من عام 2011 من الحركات الاحتجاجية. اليوم الشعب وصل إلى مستوى من الوعي ما ممكن أن يقتنع بأي تبرير، لا يمكن أن تتوقف هذه المسيرات وهذه الاحتجاجات إلا بتحقيق تغيير جذري. هذه ثورة وما زالت مظاهراتنا سلمية وتبقى سلمية. هم يراهنون ويانا على الوقت، يوميا طلعونا أربعة قالوا هذول رؤساء وزراء، يوميا يعني ملينا من هذه يوميا الوجوه نفسه. احنا نريد رئيس وزراء جنسيته عراقي، ابسط شيء يعني.